الرئيس السيسي يتوجه إلى نيو دلهي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس. القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بالذكرى 71 لعيد الشرطة. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة نيو دلهي عاصمة جمهورية الهند تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس للهند تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس مع عدد من المسؤولين في الهند وعلى رأسهم ناريندرا مودي رئيس الوزراء ودروبادي مورمو رئيس الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. كما سيتخلل الزيارة لقاء الرئيس مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات، وذلك لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين واستعراض الفرص الاستثمارية الجذابة في مصر. ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. هذا واستعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي تطلبت تقنين أوضاعها منذ آخر اجتماع لها. ووافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابع لها، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 2599 كنيسة ومبنى تابع. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للسيد اللواء محمد توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لوزير الداخلية بهذه المناسبة. أعلن وزير الزراعة السيد القصير أنه لأول مرة خلال أسبوع واحد فقط يتم الإفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 135 مليون دولار. يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي.